اليوم رايحين فتلة سريعة على الشاطئ، وهي بسيكليتة أختي حطيناها من ورا عشان نروح. طبعاً علي لازم يلعب طابة حتى بالباركينج، ما في شيء بيسلم منه. يلا شوت. لا شوي شوي. ناتشورال. طب ليش؟ اي اجري. الجو جميل والشمس مشرقة. يا جماعة اليوم رايحين مشوار. طبعا احلى شيء تصوير على المراية هيك ويطلع وراك الباك جراوند، يعني تطلع لحالك كأنه عاملي لها فوتوشوب. هون الناس بتلاقيها نازلة طيارة، بس الطالع بتلاقي شاحط البسيكليت وطالع هو وياها. اليوم كتير زحمة، يعني ما توقعت كل هالقد يكون في ناس. واو، كأنه كل العالم تاركة بيوته وقاعدة على الشاطئ، مثل ما نحن تاركين البيت ورايحين على الشاطئ. يلا معلش. وهلأ نحن جينا على الشاطئ اللي هو شاطئ العرب، اسمه بريملي بارك. هو ما اسمه بريملي يعني شاطئ بريملي، بس العرب كل العرب بتقوله شاطئ بريملي. يعني هو اسمه بلافرز بارك. يعني اجينا وفكرنا انه نحن ناس الوحيدين اللي رح نكون هون، بس طبعا هذا الشيء كان خطأ. علي say something. فيعني الناس مثل النمل، انا بدي اصور بس الناس كلها رح تبلش تطلع علي. رح صوركم. يعني شايفين شلون الناس هون؟ على فكرة هون ما فيش حدا مبين، يعني بس هو بالحقيقة اكتر من كده بكتير بكتير. وهلأ رايحين هايكينج، حورجيكم احلى الاماكن اللي ممكن انكم تشوفوها بعد الشاطئ. طبعا للعرب يلي كانوا يجوا لهون والتفليك. فحورجيكم الاماكن كلياتها، ان شاء الله تطلع يعني احلى احلى بكتير من يلي انتم متصورين. بيس. اوكي، ونحن هلا باحلى مكان
هلا هو مو احلى مكان بس يعني كثير حلو. في عندكم هيكل مي، وفي عندكم جسوره بقلب المي، وهناك في جبل، وهنيك في رح اورجيكم هلا الناس. هنيك فيكم تقطعوا هيك. صح انا قطعت الجبل بس ما قدرت اني اصور، كان في قدامنا عالم وهيك انا استحيت فما صورتش. بس هلا رح نرجع نقطع الجسر مره ثانيه، لان حتما لازم اني اتصور بهذا المكان هيك واحطها هيك على الانستغرام. بوست باوز حبايبي، هذا اسمي على الانستغرام، روحوا تابعوني. على اساس طلع المكان كتير حلو بس الجو شوي بارد. يعني هورجيكم هلا، رح احضركم الكاميرا وشوفوا المكان. يعني شايفين الباركينج اسه هذا بس جزء منه، يعني اسه في باركينج لقدام بس كله معجوب. بس يعني الجو حلو اصلا، ما حدا اسه بكندا هلا رح يشوف الجو هيك بعد، يعني ما عنا شتوية طويلة رح يشوف الجو هيك وما رح يطلع. يعني هاي شبه مستحيلة، لترلي شبه مستحيلة. هلا رح اعملكم فتلة هيك ورح تشوف الشاطئ. حبيت بيس. لكل انسان حاسس بالضغوطات او يعني بده يفسح عن حاله، احضر الفيديو وصدقني رح تحس حالك عايش بهذا الجو. يعني اتأمل الطبيعة بتلاقي فيها كتير اشياء حلوة. يا جماعة الطبيعة هي انسب مكان لاي شخص لحتى يطلع ويجدد روحه من اول وجديد. هو صح بكل تصوير عم يطلع قدامنا السيارات، بس شو بدنا نعمل، ان شاء الله بالسبرينج بالربيع بيكون اجمل وبنعمل فيديو تاني. يا جماعة انا نفسي من زمان اركب موتير المي هاد، بس جد اصوات النورس يعني بكل مكان بتحسسك بالطمأنينة، هيك بترتاح بتحس نفسك عايش بهذا الجو مثل ما قلت لكم. شوفوا البطاط ما احلى هون. السماء زرقاء والمياه صافية، يعني هيك بتمنى انه كل الناس اللي بعرفها وكل الناس اللي عم يتابعوني هلا نجي ونقضي هيك يوم بجنن على هذا الشاطئ. فلو انتوا قراب من هون اكتبوا لي بالكومنت وخلونا هيك شي نهار نجتمع ونعمل احلى بارتي ونعمل تشالنجز ونعمل انشطه واكتيفيتيز وننبسط. نعم يا اصدقاء، انه شاطئ العرب وليس شاطئ بريمري، انه شاطئ العرب اللي بتفوت عليه مستحيل ما تلاقي فيه واحد عربي اصلا كل الناس صارت فيها عرب، والله مش بمزح. لا يعني مش الكل بس فئه كبيره احتلت على هذا الشاطئ وصار شاطئ نصف عربي. بس مش عارفة اذا اسا رح صور، بس يعني انتو هلأ حاليا عم بتحسوا انه كل الاماكن مثل بعضها. ليش؟ لان اسا الدنيا ما فيها خضار، يعني اسا كل شي يابس وفي كتير باركينج والمي من كل الجهات، بس هو صراحة ما كله يعني مثل بعضه وفي فئة كبيرة مختلفة. فيا وهيك خلصت رحلتنا لليوم، كانت رحلة قصيرة صح، ما شفنا كتير اماكن لان كان الوقت ضيق كمان، وهلا رجعنا على الشغل. قصدي انا راح على الشغل لانه ما كان في معنا وقت ولازم ارجع روح على الشغل. معلش ان شاء الله تكونوا اخذتوا نظرة سريعة عن الشاطئ تبع العرب، ولا تنسوا تحطوا لي هداكي طاير نازل بالنزلة. يا حرام العالم مش قادرة تطلع. المهم تابعوني وتابعوني انستا.